مرتضى منصور في أول ظهور ليه بعد قرار المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف برنامج الزمالك وقرار اتحاد الكورة بتغريم نادي الزمالك 200,000 جنيه وإحالة مرتضى منصور للجنة الانضباط في اتحاد الكورة. مرتضى منصور يعني ظهر رغم المنع ورغم بتاع، لكن مرتضى منصور هيطلع لكم يا اتحاد الكورة في كوابيسكم وفي أحلامكم. مرتضى منصور بيطلع في كل مكان. مرتضى منصور طلع من خلال قناة، له قناة تقريبا على اليوتيوب أو قناة نادي الزمالك على اليوتيوب، كلم بقى وبدأ الكلام. طبعا شوية ما عارفين أسلوب مرتضى منصور، بيهاجم كل الناس ويرجع تاني مناشدة ويناشد رئيس الجمهورية: سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، احنا في زمن فيه حرية، واحنا في زمن مش عارف ايه، ما ينفعش تكميم الأفواه، والناس دي الهيئة الوطنية للإعلام بتشوه صورة مصر، وعند حضرتك مثلا فهمي عمر شاب حلو كده عنده بتاع 95 سنة، ومكرم محمد أحمد برضه شاب جميل كده لسه في بداية مشوار حياته عنده 105 سنة. يعني الاتنين الشباب دول لو حطينا عمرهم على بعض ضمينا ال 95 و 105 هيبقوا مثلا خمس عمر سيدنا نوح، شوية شباب حلوين يعني بيمثلوا الشعب. أنا بناشدك يا سيادة الرئيس توقف المهزلة دي، مش معقول نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تتحمل وتحمل كتير. فيعني الناس ديت يعني مرتضى منصور دايما حاسس ان الناس دي مضطهدين، واتكلم بقى عن اسباب ان الناس دي مضطهدين، وقال لك بفهمي عمر علشان كان شتم نادي الزمالك، فاحنا شلنا اسمه من على اسم هنا صاله كانت موجوده في نادي الزمالك، فشلنا اسمه بعد ما شتم نادي الزمالك فمستأصل نادي الزمالك. اما بالنسبه لمكرم محمد احمد رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، فعشان انا طلبت منه اتعاف قضيه بنته امنيه، فهو بيتعامل كل الناس عندهم اسبابهم من وجهه نظر مرتضى منصور. يعني مفيش حد بيتعامل عنده اسباب، يعني ده بيضطهد مرتضى منصور بيضطهد نازل عشان كذا وكذا وكذا وكذا، اسبابه جاهزه واسبابه حاضره. يعني انت معادي الدنيا بحالها، يعني الدنيا بحالها اللي بتهاجمك دي، انت عندك اسباب يعني اسبابك كلها حاضره ومعروف ان انت الناس دي بتهاجمك ليه؟ قال لك الرئيس السيسي ما يعرفش اللي انتوا بتعملوه، انتوا كده زي ما قلت بتشوه صوره البلد، وانت يا ريس احنا بنقول مصر مش مستحمله، واحنا في وقت تعديلات دستوريه وعاوزين نعمل استفتاء، وانا معايا بيان جاهز كنت ممكن اعلنه، وجماهير نادي الزمالك بس انا بقول انا راجل دوله، انا عضو في مجلس الشعب ورئيس نادي الزمالك، جماهير الزمالك هنا في مصر 40 مليون وفي الوطن العربي 200 مليون خافوا من غضب جماهير نادي الزمالك. والمهم بقى قلب على مين؟ قلب على اتحاد الكوره، واتكلم عن اتحاد الكوره وهاجم. طبعا جاب صوره محمد الحنفي وقال لك ابو رصين ومش ابو رصين، وهو في قريه بيقول لك ادي صورته وهو في بيحكم ماتش ب 200 جنيه في قريه بشالوش اكبر منها، وجاب كارنيه بتاع عماد ابن عصام عبد الفتاح واتكلم وقال لك بيلعب في اكاديميه النادي الاهلي. امال هيلعب فين يعني؟ يلعب في الخراوه؟ ما لا لازم يلعب، يلعب الزمالك يلعب في الاهلي. ايه المشكله؟ المهم يعني مواضع طبيعي اللي انتماء الحكام نفسهم عندهم انتماءات. اي حكم بيحكم اي مباراه، الحكم ممكن يكون اهلاوي، حكم في مصر اهلاوي او زملكاوي، بس هل فكره انتمائه ده انتمائه دي بيتاثر على قراراته؟ يعني عشان اهلاوي بيجامل الاهلي، عشان زملكاوي بيجامل الزمالك؟ دي هي الفيصل، اداؤه في الملعب ماليش علاقه بقى بره الملعب، بيلبس احمر بيلبس ابيض، ما هو اكيد مليون في الميه لازم يكون اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او اتحاداوي، ما هو لازم يكون بيشجع نادي. يعني وضع، طب ما دام له في كره القدم بيحكم في كره القدم يبقى له بيحب يشوف كره، يبقى منتمي النادي. يعني هتفرق في ايه بقى؟ المهم اداؤه في الملعب، ان انا اشوف اخطائه هل هي متعمده او اخطاء عاديه بيحسب ليا زي ما بيحسب عليا، وارد كل ده. المهم اتكلم بقى وقال لك ده انا هرفع قضيه وده اهدار مال عام، يعني انا بدفع نص مليون جنيه الشهر ده وما اشتغلناش بندفع نص مليون جنيه لقناه المحور عشان نظهر وما طلعناش، يبقى ده اهدار مال عام. وبعدين ما هم اللي بيحركوا المجلس الهيئه او بيحركوا الهيئه الوطنيه للاعلام، شوقي حامد اللي بيكتب في مجله النادي الاهلي، وعصام عبد المنعم اللي كان مسك رئيس اتحاد كره الاتحاد المصري لكره القدم، اللي كان جون في النادي الاهلي حارس مرمى في النادي الاهلي. يعني الهيئه الوطنيه للاعلام سايبه قناه النادي الاهلي ومجله النادي الاهلي اللي بتشتغل فينا 24 ساعه. سيد عبد الحفيظ قال دي حداد على الحكام، شريف عبد المنعم قال لك احنا الزمالك يكسب ومش عارف ايه، والواد المذيع ده بتاع قناه النادي الاهلي طلع قال لك طارق حامد وياخد
منشطات وما عملتوش لهم حاجه. اولا طارق حامد ما حدش قال في قناه النادي الاهلي ان طارق حامد بياخد منشطات، مستحيل، اتحدى اي حد من يقول طارق حامد. ثم ان السيد عبد الفتاح ما غلطش، ليه احداد لا شتم ولا سب. المهم ان مرتضى منصور بيرجع في الاول وفي الاخر يقول لك ليه كل ده جاي على نادي الزمالك؟ علشان انا طورت نادي الزمالك، علشان عملت نادي عالمي، علشان خدت بطولات، علشان خليت خزينه النادي مش عارف ايه، كل ده انا بتحارب. وبعد ما كسبت القضيه اللي هي القضيه اللي كسبها امبارح بتاع المحكمه الاداريه العليا، ان اللي هيعتمد الميزانيه وزير الرياضه، شباب الرياضه، مش اللجنه الاولمبيه بتاعت هشام حاتم. قال لك كل ده عشان كسبت القضيه، مضطهديني ومعاملني وهاجم، وانت وهاني بريده انت تبعت لي انا، انت تبعت لي انا. انت ما تعرفش نادي الزمالك مش دافع ال 200,000 جنيه، بيتحدى مرتضى منصور، بيتحدى اتحاد الكوره وقرارات اتحاد الكوره. 200,000 جنيه انا مش دافع 200,000 جنيه الغرامه دي، وبتحولني انا مش رايح اشوف مين اللي هيروح لك. انتوا بقى بتستخبوا وتقولوا مامي ومش عارف مامي، انا مش بتاع مامي، انتوا بتوع مامي. وانت يا شوبير، وانت وهاجم شوبير وحازم امام وخالد لطيف واعضاء الاتحاد كلهم، عصام عبد الفتاح ومش جاي، وشوف مين اللي هيجي لكم وشوفوا مش عارف ايه. وانت يا عصام جزمه رئيس نادي الزمالك بدماغك او مش عارف ايه، او يا نهار ابيض، بدل ما تعاقبوا محمد الحنفي بتعاقبوا نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. ماشي، انا عايز اعرف انت يا شوبير اللي خدت 12 مليون جنيه من تركي آل الشيخ، والخطيب اللي خد ساعات 25 مليون جنيه هو مجلس ادارته، 265 مليون، من حق اعرف، من حقك ليه؟ انت جهه رقابيه في البلد، الا من حق اعرف، من حقك تعرف بتاع ايه؟ الجهات الرقابيه حققت مع النادي الاهلي لما النادي الاهلي طلب منهم كده وبعت لهم جواب وجم الناس طلعت نظيفه. انت من حقك تعرف ليه يا رئيس نادي الزمالك؟ رئيس نادي الزمالك هيعرف النادي الاهلي بيصرف في ايه والكلام ده كله؟ انهي منطق وانهي عقل؟ يقول لك احنا عندنا عصابه اجراميه في الرياضه وعصابه اجراميه في الاعلام، والاثنين مكملين بعض او موصلين لبعض. قال لك بالنسبه لمكرم محمد احمد بيبقى في برامج الزمالك بيبقى صاحي كده، لما بيجي يشوف برامج النادي الاهلي او مشاكل النادي الاهلي او هجوم النادي الاهلي يروح عامل كده نايم، ما بيشوفش النادي الاهلي، يشوف لنادي الزمالك. وقعد فضل يناشد رئيس الجمهوريه ويطالب من رئيس الجمهوريه انه يتدخل ويحل الازمه. وقال لك انا محبه البيان اللي كان بيتكلم فيه بقى، انا كنت اتكلمنا فيه قبل كده، ان هو بيقول ان ممكن نادي الزمالك لو فضل الاتحاد بالطريقه دي فان نادي الزمالك هينسحب من كل البطولات اللي بينظمها الاتحاد المصري لكره القدم. طبعا وقال مرتضى منصور طبعا وكده، ما رضيناش نعلنه النهارده، البيان كان رسمي وكان المفروض يطلع، ولو طلعناه كان الدنيا مش عارف ايه وجماهير وغضب جماهير نادي الزمالك، وانا بحذر من غضب جماهير نادي الزمالك، وكانه بيستقوى بجماهير نادي الزمالك. انت راجل دوله مالهاش الجماهير، ما تتكلمش بالجماهير، اتكلم ليك حق مالكش حق. قال لك بالنسبه للبتاع يبقى يروح لامي، ال 200,000 جنيه الغرامه على نادي الزمالك يبقى يروح لامي عشان تدفعها الله يرحمها، ويبقى يشوف مين اللي هيروح له لجنه الانضباط علشان يحضر ومش عارف. ده انا عضو مجلس نواب، هو في عضو مجلس نواب بيروح لجنه انضباط. المره اللي فاتت عملوا كده فعلا مع مرتضى منصور، يعني كان وقع عليه عقوبه لجنه القيم ولا لجنه الانضباط، وقع على مرتضى منصور 3 شهور، وبعد ما العقوبه اتوقعت رجعوا تاني قال لك لا عشان نشوف اللوائح بتاعت مجلس النواب، اصل مرتضى منصور عضو في مجلس النواب، وكانهم ما كانوش يعرفوا ان مرتضى منصور عضو في مجلس النواب. فهو بيرد عليك بيقول لهم شوف مين اللي هيروح له، شوف مين اللي هيحضر، انا عضو مجلس نواب، مين اللي هيروح لك اللجنه الانضباطيه يا هاني بوري؟ اتكلم بقى، وهي القصه كلها استعراض عضلات، مش معايا ده نادي الزمالك، نادي مش عارف ايه، ونادي واحنا بنقول خايفين على بلدنا، لكن احنا داخلين على استفتاء وبلاش، يعني احنا بلدنا محتاجه اللي يطبطب عليها، مش محتاجه المهازل اللي بتحصل والهيجان والدنيا تولع. قال لك بعتذر لجماهير نادي الزمالك، احنا هنستحمل علشان خاطر مصر. يا راجل انت ما ما بتشوفوش يعني ما بتشوفوش نفسكم انتوا بتقولوا ايه؟ ما بتشوفوش نفسكم وانتوا بتتكلموا؟ ما فيش مره اتكلمت، اتفرجت على التلفزيون، شفت، شتمت ده، اسات لده، قلت ده، مش عارف. يعني كلمه ابو رصين واللي مش عارف ورا مش عارف ايه وعصام عبد الفتاح وانت مش عارف ويا ده ابو ايه يا والواد سيد عبد الاخواني والارهابي والخاين عميل قطر حسن مصطفى وهشام حطبه ومش عارف. يعني ايه ما بت يعني دي مش اساءات، دي امور عاديه. امال هي ايه الاساءات؟ انا الكل طفح وانا بخاطب زي ما قلت، كل شويه يروح ويرجع ويقول لك انا بخاطب يا سياده الرئيس. الكل طفح، روحنا بقت في مناخيرنا. وانت مكرم محمد احمد شاغل نفسك بنادي الزمالك وسايب القناه، طب روح اقفل المولي، طب روح اقفل الافراح كلها ضعار، شوف قناه النادي الاهلي والمجله 24 ساعه شتيمه، مجله الاهلي بتشتم، لا حول ولا قوه الا بالله، قناه النادي الاهلي فيها شتيمه. اما بالنسبه لقرار الايقاف بقى، فاتكلم مرتضى منصور زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه لقرار الايقاف في البرنامج، قال لك انا هرفع قضيه وهكسبها زي ما كسبت اللي قبلها،
وقال لك انا بس انا ما كنتش، هم لما وقفوني 3 شهور قبل كده الهيئه الوطنيه، فانا كنت بطل عشان ما احبش اظهر في التلفزيون، فمنصور منصور ما بيحبش يظهر في الشاشه على الشاشه على التلفزيون. وبعد كده وقفوني تاني، ما فيش شهر وقفوني تاني، رحت رافع قضيه فكسبتها. فالقضيه دي برضو قال لك ايه بتاعت وقف برنامج الزمالك اليوم دي على قناه المحور، هنرفع قضيه وهنكسبها وهنرجع تاني يعني. ده كان ملخص حوار مرتضى منصور او اول رد فعل مرتضى منصور بعد قرار تحويله الى لجنه الانضباط والغرامه 200,000 جنيه. هل فعلا مرتضى منصور هينفذ كلامه مش هيدفع الغرامه 200,000 جنيه؟ ولا هل هاني بوريده هو اللي هيتحمل غرامه وهيدفع بالنيابه زي ما دفع بالنيابه عن مرتضى منصور زي ما دفع قبل كده؟ هل مرتضى منصور مش هيروح؟ اتحاد كوره موقفه ايه بعد الشتيمه والاهانات اللي توجهت لهاني ابو ريده وقال له جزمه رئيس نادي الزمالك مش عارف افضل من ايه؟ الاهانات دي كلها هنشوف رد فعل اتحاد الكوره مع مرتضى منصور بكره او بعد بكره او الايام الجايه، ومرتضى منصور هيعمل ايه في العقوبات الموقعه عليه وتحويل لجنه انضباط او العقوبات اللي على نادي الزمالك، وهنشوف الدنيا رايحه لفين بعد القصص والحوارات دي كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.